أسعد الله ومساكم مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم إلى برنامج تساؤلات. هذا المساء نخصصه للحديث عن لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء الأحزاب السياسية، تكريس للحوار وتشاور مع الطبقة السياسية. رئيس الجمهورية أيضا السيد عبد المجيد تبون أشرف بالمركز الدولي للمؤتمرات على لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة ممثل في المجالس الوطنية والمحلية المنتخبة. اللقاء جرى بحضور الوزير الأول ومدير ديوان رئاسة الجمهورية. اللقاء شارك فيه 27 حزبا سياسيا. للحديث عن هذا الموضوع أسعد باستضافة السيد سعيد نفيسي نائب رئيس حركة البناء الوطني. سيدي مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء النور، أهلا وسهلا، شكرا لهذه الاستضافة. شكرا لك. بعد قليل سيلتحق معنا عبر الهاتف سيد عز الدين ميري أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. البداية بك أستاذ سعيد نفيسي بالحديث عن هذا اللقاء، لقاء رئيس الجمهورية مع رؤساء الأحزاب السياسية. ما مدى أهمية تكريس سنة الحوار والتشاور مع الطبقة السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يعني السياسة وبناء الأوطان أسسه هذا الحوار وهذا التشاور. السيد رئيس الجمهورية مشكور على هذه المبادرة. سبق وأن يعني على مدار عهدته الانتخابية في مرحلة السابقة كلها كانت هناك لقاءات ثنائية بينه وبين رؤساء الأحزاب بطلب منهم. هناك من كرر هذا اللقاء عدة مرات، وكان دائما أنه بطلب من هؤلاء، لما يعني كان دليل أنه لما أي رئيس حزب يطلب لقاء رئيس الجمهورية كانت تتاح هذه الفرصة ليطرح الانشغالات والحوار الثنائي. هذه المرة ونحن على مقربة من استحقاق رئاسي يهم الجميع، الجزائريين والجزائريات، وفي ظل بيئة ممكن الحديث عنها بعد قليل، لكن هناك مبررات قوية، وهي يعني قبل ذلك قضية الحوار هو قضية أصيلة، يعني قضية مبدئية، أن الذي يمارس السياسة، الذي يريد يفكر في وطن بحجم الجزائر في ظل تحديات بحجم التحديات التي يمر بها العالم الآن، ليس لنا مخرج إلى الحوار ثم الحوار، لأنه في الحوار نتناصح، نوجه بعضنا البعض، نكشف المخاطر ونكشف التهديدات، ننصح في إيجاد الحلول، نرفع انشغالات الناس. ورئيس الجمهورية يبقى بشر يصيب ويخطئ ويعلم أمور وربما تغيب عليه الأمور، فبخير لنا هذا الحوار، تتلاقح الأفكار وتجمعنا دائما مصلحة الوطن التي يبنيها جميع الجزائريين من جميع مواقعهم باختلف مشاربهم الفكرية واجتهاداتهم السياسية. فلذلك هذه المبادرة يعني تكاد تكون تحليلنا ومعطياتنا تكاد تكون شيء ليس له مثيل في عالمنا العربي والإسلامي، يعني أن يجمع رئيس الجمهورية معارضيه ومؤيديه منتقديه ومادحيه في لقاء لكل هؤلاء، وتعطى لهم جدول أعمال مفتوح وتعطى لهم فرصة الكلام والتعبير عن آرائهم. فهذا يعني نستطيع أن نصفه باللغة الديمقراطية، أنه خطوات متقدمة في الممارسة الديمقراطية. ثم هو حس وطني عالي لما تستجيب كل هذه الأحزاب 27 حزب وعندها تمثيل محلي، هذا يعبر عن حس وطني، لأنه اختلاف وجهات النظر وحتى معارضة السلطة ليس دليل الخيانة أو دليل نقص وطنية، لأنه في النهاية المفترض فيه والذي يجب أن نحسن فيه الظن بعضنا البعض أننا جميع شركاء في هذا الوطن، وكل يرى خدمة الوطن من زاوية قد تختلف عن طرف آخر. فلذلك وهو تعزيز كذلك أستاذ، تعزيز الثقة بين السلطة والأحزاب السياسية، وكذلك تعزيز المبدأ الديمقراطية التشاركية. هذا هو يعني إحنا لما يكون هذا الحوار كثير من الأمور تسقط، يعني بمجرد الحوار يعني كثير من الأمور، لأنه في بعض الأحيان لما يكون هناك بعد ويكون هناك أحكام مسبقة أو خلفيات معينة تنبني على المواقف فيكون هناك تباين وتباعد، لكن لما يكون الحوار تتقارب الأرواح كما تتقارب القلوب والنفوس، تتقارب الأفكار والمبادئ، فيدخل في إطار تأسيس لتقاليد عمل سياسي اللي هو فيه الشراكة، اللي فيه تحمل الأعباء الوطنية. احنا في حركة البناء الوطني أهم محور خرج منه المؤتمر الثاني الحركة قبل سنة من الآن، هو أننا نذرنا أنفسنا أن نكون شركاء في تحمل الأعباء الوطنية،
وتحمل الأعباء الوطنية تكون وحدة منها هو تقاسم الانشغالات، تقاسم هموم التحديات والرهانات، وتقديم المقترحات العملية، وتحمل ما يجب تحمله في إطار تأسيس لشراكة وطنية يشارك فيها جميع أبناء الوطن وإن اختلفت رؤاهم واجتهاداتهم السياسية والحزبية. وكذلك يعني يعطي ديناميكية للأحزاب السياسية والتفكير بشكل استراتيجي للمستقبل، خاصة عندما يتحدث ولما نتحدث عن الحوار والتشاور حول المسائل ذات المصلحة الوطنية. أستاذ، شوف، احنا يعني الان القضية المتفق عليها، يعني بصراحة احنا كان هذا رأينا يعني على مستوى الحركة، أن الأحزاب بالنسبة إلينا الأحزاب السياسية يجب أن تعتبر مؤسسات دستورية وطنية. ولما يتعلق الأمر بأوضاع دولية لا تخفى على أحد، هناك تدافعات سياسية بالنسبة لنا هي مقدمات لانتقال العالم من أحادية قطبية إلى ثنائية قطبية وإلى تعدد في محاور التأثير السياسي في العالم. هناك أزمة اقتصادية عالمية حقيقية في ارتفاع نسبة التضخم، في غلاء المواد وندرة البعض الآخر، في أزمة طاقة عالمية بسبب الحرب الأوكرانية الروسية. هناك آثار حقيقية في هيكلة المنظومة السياسية في العالم بسبب كنتيجة من نتائج طوفان الأقصى في فلسطين، نسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين عامة. فكل هذه لها تداعياتها في ظل محاولات من خصوم تقليديين وخصوم للأسف الشديد يعني نقول يمثلون أعداء الجزائر ويمثلون الكيان الصهيوني، يعني أعداء بالعمالة وبالنيابة. هناك محاولة إثارة القلق في محيطنا الإقليمي، في محيطنا تهديدات لأمننا القومي، فيه تداعيات لهذه الأزمات على محيطنا وعلى وطننا. في مثل هذه الحالات من الرشادة السياسية ومن الحكمة التي رأيناها عن السيد رئيس الجمهورية أن نشرك هذه الطبقة السياسية التي تبقى هي المؤثر السياسي رقم واحد، بغض النظر عن حجم كل حزب وعن قوة تنظيم كل حزب وانتشار كل حزب، لكن تبقى أحزاب سياسية ما دامت ما زالت يحكمها قانون الأحزاب لم يتغير. فمن الحكمة ومن الحنكة ومن الرشادة أن يلتقي هؤلاء فيطلعهم المسؤول الأول في البلاد على بعض القضايا التي قد تخفى عن بعض الأطراف الحزبية، يضعهم في صورة ما يجري حولنا، ما هي أولوية الوطن، ما هي القضايا الكثيرة التي نتفق عليها ويجب أن نركز من أجل النجاح فيها لتتم مصلحة الوطن والمواطنين في الرفاه الاجتماعي وفي تحقيق العدالة وفي ضمان الحريات وفي الرشادة في الحكمة في الرشادة في الحكم. كل هذه الامور من واجب وحق ان هذه الاطراف السياسيه ان تسمعها من المسؤول الاول في البلاد، ثم ايضا نفكر في رؤانا المستقبليه. ما هي هذه الجزئيه فقط استسمح استاذ سعيد النفيسي، لانه الاحزاب السياسيه لديها دور كذلك في تنوير الرأي العام والمساعده في خلق مجتمع سياسي واعي بكل التحديات. هذا هو دور الحزب السياسي، لانه الحزب الفرق بين السلطه لها هيكلها الإدارية وقنواتها الإدارية ووسائل التواصل فيها، الفرق بينها وبين حزب، أن الحزب هو مؤسسة دستورية مجتمعية بدرجة الأولى، يعني تتعامل مباشرة مع المجتمع، تتعامل يعني نظريا الحزب السياسي لصيق بمختلف طبقات المجتمع بمختلف فئات المواطنين. وبالتالي لما تكون الصورة موحدة بين السلطة وبين الأحزاب في القضايا الوطنية المتفق عليها، في المصلحة الوطنية المتفق عليها، في القضايا المشتركة بيننا، في المخاطر التي تهددنا جميعا، تهدد الوطن وبالتالي تهدد الجميع، سلطة وأحزاب، في هذه الحالة تكون هذه الأحزاب هي اللسان الصادق الذي ينقل هذه القضايا للمناضلين، وبدورهم ينقلونهم للمواطنين، لعموم المواطنين. ثم أكيد لما تكون رؤيتنا واضحة في المخاطر وفي القضايا الكبرى كأهداف كبيرة للوطن، فيكون تركيز الجهود، لأنه صحيح فيه منافسة حزبية بين الأحزاب، لكن هي الأصل فيه منافسة
سذهب البرامج، أينا يقدم أكثر للوطن والمواطنين، أينا يأتي بأفكار أكثر فعالية، أينا يساهم أكثر في التنمية الوطنية. وبالتالي لما يكون عندنا قاعدة معطيات مشتركة ورؤى استقبلية مشتركة ومتفق عليها، نتنافس في الآليات وفي الكيفيات وفي الوسائل وفي الجزئيات، فهذا أمر مباح للجميع ويتنافس فيه المتنافسون. نعم، يلتحق بعبر الهاتف الأستاذ عزين ميري، أستاذ العلوم السياسية والعقد والية. أستاذ مساء الخير، أهلا وسهلا بك. مساء الخير أخي محمد، لك ولكل مشاهدي القناة وبضيفك الكريم. شكرا لك أستاذ عزين ميري. بالحديث عن لقاء رئيس الجمهورية مع 27 رئيس حزب سياسي، هذه السنة الحميدة وتكريس للحوار والتشاور مع الطبقة السياسية، وكذلك تجسيد للديمقراطية التشاركية. نعم اكيد، بعد ما رحب صلاة السلام على رسول الله الكريم السيد الرئيس عبد المجيد تبون، يعني هذه العادة التي تخدم الأمة، وهذه يعني الالتفاتة دائما طيبة سواء كان مع وسائل الإعلام او مع مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب التي يجسد من خلالها السيد الرئيس قيم الديمقراطية، قيم التشاركية، وقيم تجسيد الحكم الراشد. دعني أقول لك أخي محمد أنه هذا اللقاء جاء عشية أمسية يعني انتخابات رئاسية جزائرية، يعني سنة استحقاق رئاسي بامتياز، وكذلك جاء في ظروف دولية فيها الكثير من التجاذبات بين القوى العالمية على جميع الأصعدة السياسية الاقتصادية أو الاجتماعية. على المستوى الاقتصادي خرجنا يعني مؤخرا من جائحة كورونا والتي أثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وبالرغم من ذلك الجزائر حافظت على الكثير من توازنتها المالية وتوازنتها الاقتصادية. كذلك جاء في ظروف فيه الكثير من الأزمات وبؤر التوتر على مستوى العالم، كذلك جاء في ظروف تشهد فيها الجزائر ودبلوماسيتها يعني رياضة على المستوى الدولي، خاصة بخصوص القضية الفلسطينية وقضايا التحرر. إذن يعني هذه الظروف كلها، الظروف الداخلية والظروف الخارجية، عجلت بهذا اللقاء حتى الرئيس يطلع رؤساء الأحزاب ومختلف يعني رؤساء الأحزاب على تصورات الدولة الجزائرية في المرحلة المقبلة، وكذلك في شيء آخر السيد الرئيس يعني دائما ما يمارس سياسة الباب المفتوح، الباب مفتوح للجميع للإدلاء بآرائه، للإدلاء بتصوراته في كيفية بناء الدولة الجزائرية، وهذا إن دل على شيء دل على قمة الديمقراطية والتشاركية وعدم شخصنة الحكم في شخص الرئيس فقط. إذن هذا الباب المفتوح الذي فتحه الرئيس على مصراعيه سواء للإعلام أو لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسهم الأحزاب، يعني أراد بها الرئيس أن يوجه رسالة للأحزاب ولمناضلي الأحزاب ولمناصري الأحزاب بأنه أنا الأوان لضرورة التعبئة من أجل أولا المشاركة بقوة في الرئاسية المقبلة وإنشاء هذا العرس، خاصة كما ذكر ضيفك الكريم أنه فيه الكثير من التجاذبات والتخبطات على المستوى الدولي، وهو ما يؤدي إلى بروز عنصر المؤامرة على الدول المستقرة. والجزائر الحمد لله تشهد استقرار وأمن كبيرين، وبالتالي لا نترك المجال ولا الفرصة لأي طرف كان سواء في الداخل أو الخارج أن يؤثر على استقرار الجزائر وعلى يعني منحى تصاعدها، خاصة في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. شكرا جزيلا لك أستاذ عز الدين الميري، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قلمة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. أعود إلى ضيفي أستاذ سعيد النفيسي بالحديث عن مشاركة الأحزاب السياسية في هذه اللقاءات، في هذه المشاورات العديدة، يؤكد ذلك الانسجام الواضح بين السلطة وكذلك الأحزاب السياسية، وذلك التفاعل يعكس ذلك التفاعل الإيجابي لجزء مهم من المجتمع عندما نتحدث عن الأحزاب السياسية. هذه الأحزاب وصفت بالأحزاب التمثيلية، يعني عندها تمثيل بنسبة متفاوتة طبعا، لكن يهم أنه فيه معيار، لأنه نحن أكثر من 70 حزب، وكان لابد أن نوضع معيار على الأقل لحضور هذا اللقاء.
وكان معيار التمثيل ما دام عنده ممثل، ولو كان يتحدث على في بلديه يتحدث على 10,000 مواطن، معليش تعطى له الفرصه ليبدي رايه وافكاره وقناعاته ويدافع عليها. فاحنا اللي يهمنا في هذا الموضوع هو ان ثقافه الدوله، ثقافه رجال الدوله، اول مطلوب من يجب ان يتصفه هم رؤساء الاحزاب، قياده الاحزاب السياسيه. لماذا؟ لانه نظريا هذا رؤساء الاحزاب حزب ينشا من اجل الوصول الى السلطه، وقد يصير اي واحد فيهم مسؤول في اي موقع من مواقع صناعه القرار في هذه الدوله. وبالتالي احنا في ادبيات وابجديات اداره الدوله هناك نفرق بين الدوله كدوله، نفرق بين مؤسسات الدوله التي يجب ان تبقى قائمه ومستمره ونتمنى لها النجاح ونساندها، وبين أشخاص وبين مواقف وبين نقول حكومة وبين سلطة. هذه يعني فيها تنافس بين هذه الأحزاب، لكن هناك سقف يجمعنا جميعا، سقف الوطن، سقف المصلحة العليا للوطن التي نتمنى احنا في نستعمل مصطلح في حركة البناء الوطني، مصلحة العليا للوطن المتفق عليها. يعني نحتاج أن نصل إلى مرحلة أننا نحدد مجموعة من القضايا، مجموعة من الملفات، قل مجموعة من القواعد، أن هذه تتعلق مصلحة عليا للوطن متفق عليها بيننا، لا نختلف حولها حتى لا تكون محور تنافس. لما تتحدث على الدين، لما تتحدث على الوحدة الوطنية، لما تتحدث على المسار الدستوري، لما تتحدث على النظام الجمهوري، لما تتحدث على احترام الثوابت الوطنية، لما تتحدث على الحريات والديمقراطية، لما تتحدث على ضرورة التكتل من أجل ما يتعلق الأمر بالسياسة الدفاع الوطني والأمن الوطني، يفترض أن هذه القضايا ليست محل مزايدة بين أي حزب، وليست محل مقايضة بين أي حزب وأي كذا، ولكن هذه تكون قضايا مسلم بها، يتنافس الناس في كيفية ترسيخها وتمتينها وتقويتها هذه القضايا، وتكون مجال التنافس بعد ذلك في البدائل الاقتصادية والتنموية وخدمة المجتمع ورفاه الاجتماعي ورفع مستوى المجتمع فكريا وسياسيا وتربويا واجتماعي إلى آخره. فلذلك يعني نحتاج إلى أن نصنع كما سميته أنت الحد الأدنى من قاعدة منسجمة. أولا هذا هو الأدب المفروض الذي يجب أن يحكم هنا، لكن هناك مبررات بعض الأحيان تأخذ هذه القضايا تولي هناك مبررات دافعة إليها، وهي أوضاع دولية تتجاوز الجميع وتتحدى الجميع، هناك رهانات ضاغطة على الجميع، هناك إكراهات مؤثرة على الجميع تفرض علينا يمكن أن نصل إلى ما يسميه بعض التنازل عن قضايا الحزبية، عن مواقف حزبية، عن مكاسب حزبية من أجل مصلحة وطن، من أجل نجاح وطن، من أجل استقرار وطن، من أجل، لأن هذه المكتسبات مكتسب الاستقرار، مكتسب نقول مقاومة التأثير الاقتصادي والآثار الاقتصادية الأزمة العالمية، هذه مكتسبات يعني المحافظة عليها أولوية، محافظة مكتسب الأمن، مكتسب يعني استقرار في حدودنا داخليا، هذه كل مكتسبات يعني المحافظة عليها تأخذ بعد الأولوية وتأخذ حكم الأولوية أكثر من مكاسب إيجابية نضيفها. فهذا الانسجام واحدة من عوامل صناعته هو هذا الحوار المتبادل بين السلطة بتداعيتها بإكراهاتها بظروفها بضغوطاتها بتوازناتها يعني الدقيقة والخطيرة في بعض الأحيان، وبين أحزاب سياسية ناشئة أو عتيدة أو قديمة أو جديدة اللي تحمل أفكار وتحمل برامج وعندها مناظرات، عندهم طموحاتهم السياسية والانتخابية وعندهم علاقات مباشرة مع المجتمع. فهذا الانسجام هو الذي نبحث عنه في مثل هذه اللقاءات في هذا الحوار. سنواصل النقاش معك أستاذ سعيد نفيسي، فاصل إعلاني ثم نعود. تحية مسائية مجددة لكم مشاهدينا، وأرحب بكل من التحق بنا، واستكمالا لبرنامج تساؤلات أعيد وأرحب كذلك بضيفي في البلاطو الأستاذ سعيد نفيسي نائب رئيس حركة البناء الوطني. أستاذ، بالحديث عن هذه اللقاءات العديدة لرئيس الجمهورية مع التشكيلات السياسية، كيف يمكن أن تساهم هذه اللقاءات والتي هي فرصة سانحة لاستعراض مختلف القضايا المتعلقة بالشأن الوطني، كيف يمكن أن تساهم في تقوية الجبهة الداخلية؟ تمثيل الجبهة الداخلية هو الخيار الوحيد للجزائريين من أجل مجابهة المخاطر الخارجية. حركة البناء الوطني كانت دعت ثم ساهمت بقوة في إنجاح مبادرة تعزيز التلاحم وتمتين وتأمين المستقبل التي انعقدت ندوتها في 19 أوت السنة الماضية،
وكان الهدف الكبير لهذه الندوة هو كيف نضمن ميثاق شرف بين أغلبية الفواعل السياسية والمجتمعية في الجزائر من أجل قضايا وطنية، من أجل تمثيل الجبهة الداخلية، تقوية اللحمة الوطنية، رص الصف الداخلي ضد الحملات والتهديدات والمخاطر الخارجية، ونجحت في تحقيق هذا الهدف، إذ لم يعد هناك في الطبقة السياسية المؤثرة في عموم الوطن من يستعد لأن يكون ناطق رسمي أو مؤيد أو مساند لأي أجندات خارجية. وهذا هو الخيار الأساسي لحماية الوحدة الوطنية، لتجنب المخاطر والتهديدات الخارجية، هو أن يكون الجزائريون دولة يعني على قلب رجل واحد فيما في القضايا التي سميتها قبيل قضايا المصلحة العليا للوطن، القضايا التي لا يختلف عليها عاقلان من الجزائريين والجزائريات. فبفضل هذا الحوار هو يعني استكمال لهذه المسيرة وحلقة جديدة في هذه السلسلة، سلسلة التقارب بين الجزائريين والتشاور بين الجزائريين، التي ستتحول في المواعيد الانتخابية لما يشبه تحالفات عائلات سياسية، تحالفات حزبية حول برامج وحول أشخاص، ربما تبدأ بمرحلة أولى في الرئاسيات وقد تمتد في المواعيد الانتخابية القادمة، أن يكون هناك تنافس حزبي، تنافس انتخابي، ولكن تحت ظل المصلحة العليا للوطن، تحت سقف المصلحة العليا للوطن. فإحنا يهمنا في النهاية أن يكون هذا الوطن مستقر آمن، تحترم فيه الحريات الشخصية الفردية والجماعية، يكون فيها العدل، يكون فيه وطن يوفر فرص العيش الكريم لأبنائه، يكون فيه تنافس نزيه أخلاقي بعيد عن التجريح، بعيد عن السب، بعيد عن التخوين، بعيد عن الشيطانة. فيعني لما تترسخ هذا الأداب كنا لابد أن نصبر على كل هذه السنوات، يعني أكثر من 30 سنة من بداية الانفتاح السياسي في 89 إلى اليوم، كان لابد أن نصبر على كل هذه السنوات حتى تصبح الأحزاب تلتقي مع بعضها بعض من غير حزازية، لأنه لا يفهم يعني هذا التغيير الذي حدث وهذا الآثار إلا من عايش تلك المرحلة التي كانت المعادلات الصفرية هي المعادلات السائدة، الذي كان فيه احتراف احتكار الدفاع عن ثوابت محصور عند أطراف، هذا ما يحتكر الدفاع عن الإسلام ويسمى إسلامي، وهذا يحتكر الدفاع عن الوطني ويسمى وطني، وهذا احتكار الدفاع عن الديمقراطي ويسمى ديمقراطي، وهي كلها كانت عبارة عن أوهام، صراعات وهمية ليس لها خلفية حقيقية، لأن جميع الجزائريين مسلمين، كلنا ديمقراطيين، كلنا وطنيين، كلنا شركاء في هذا الوطن، يفترض أن هذه القضايا كنا تجاوزناها. فالآن يعني لما وصلنا هذه النتيجة، يعني هذه نتيجة متقدمة ونتيجة مبشرة، أننا يمكن أن نصل في المدى المنظور إلى لما يتشكل نظام فوسي في سائي يكون مقبول، ما تكون تحالفات تكون مقبولة، لغة الخطاب راح تتبدل عند الناس، يقولوا الناس يتحدثوا على تنافس في الرؤى والأفكار التنموية الاقتصادية أكثر من صراع ايديولوجي الغائبة في الجزائر، لأن الجزائر صعبة يكون هناك صراع ايديولوجي حقيقي. شكرا جزيلا لك أستاذ سعيد نفيسي، نائب رئيس حركة البناء الوطني، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي في برنامج تساؤلات. مشاهدينا بهذا نصل إلى ختام البرنامج، السلام عليكم.